اخ سائل ليه سؤالين الحقيقه. هو بيقول ان هو عمره 64 سنه. السؤال الاول ان هو ساكن في الدور الثامن وبينزل. ده يبقى اب سائل مش اخ سائل، ده اخطاء. ايوه اب طبعا. فهو ساكن في الدور الثامن وبينزل لصلاه الجماعه، مش كل الصلوات يعني، حسب ما يقدر ان هو ينزل ويطلع السلالم يعني. فده سؤال الاول، هل لازم عليه ان هو ينزل كل الفروض ولا لا؟ وسؤال الثاني ان هو اثناء دخوله دوره المياه للاستنجاء او ما الى ذلك، بعد ما بيخلص وبيقوم بالوضوء مره اخرى، ساعات بيشعر بنزول بعض قطرات البول، فماذا يفعل في هذه الحاله؟ السؤال الاول، صلاه الجماعه هي واجبه على قول من اوجبها، ويعني مسنونه لكن سنه مؤكده على اقوال اخرى، لكن هي الأفضل والأولى، لأنها تعدل أو تزيد أو تفضل صلاة الفذ أو الفرض ب27 درجة. طيب أنا يعني لكن عنده هذا في هذا السن مشقة إنه ينزل 6 أدوار ولا كذا وما فيش أسانسير، كلما استطاع يذهب إذا وجد في نفسه يعني. وطبعا الأجر على قدر النصب وعلى قدر المشقة، وربنا يعطيه الأجر إن شاء الله، فلا مانع إن هو يعني والفرضين اللي قريبين من بعض مغرب وعشاء يجلس في المسجد إلى أن يصلي العشاء ويعود. بقية الفروض بينه وبين بعضها وقت طويل، فمش هيبقى مش يعني طالع نازل يعني. فالأولى به الحرص على صلاة الجماعة، إلا إذا شق ذلك عليه مشقة تؤدي إلى يعني عسر وإرهاق عليه. لو له جار في نفس السن يصلوا مع بعض جماعة يبقى هذا جيد يعني، أقل الأضرار يعني أو أقل الأجور أو أكثر الأجر حرصا عليه يعني. مسألة أنه إذا بيشعر أو بيشك، في فرق بين الشك وبين اليقين. إذا فعلا بيتيقن معناه أنه يبقى أصحاب أعذار فيتوضل كل صلاة إذا في هذه الحالة. إنما لو بس بيشك ويشعر خلاص يضع يرش بعض الماء في السروال بحيث لو نزلت أشياء أو شك فيها ما يبقاش في ثيابه نجاسة أو فيهما، إذا هو يعني بتبقى مجرد شكوك.